لا طيار يقودها في السماء ولا تظهر بوضوح وعن قرب، لكنها تعرف أهدافها جيدا على الأراضي اليمنية. طائرة دون طيار مكنت القوات الأمريكية من قتل عدد من قيادات تنظيم القاعدة وأتباعه ضمن سلسلة غارات ارتفعت وتيرتها في الأيام الأخيرة لتودي في آخر عملياتها بستة أشخاص في محافظة البيضاء. تلتقي واشنطن والحكومة اليمنية في محاربة من تريانه خطرا قاعديا يتهدد اليمن وجواره. زادت حدته منذ اجتياح الانقلابيين صنعاء وبقية المدن ودخول البلد طوفان عنف لا تزال موجاته مستمرة حتى الآن. استغل التنظيم الإرهابي المعركة المفتوحة بين الدولة والميليشيات الانقلابية، فوسع نفوذه على الخارطة المحررة من الانقلابيين تحديدا، وبسط سيطرته على مناطق واسعة خلفت شكوكا قوية حول استخدام المخلوع صالح للقاعدة فزاعة لإثبات عجز السلطات الشرعية عن تأمين مناطقها. غير أن العمليات العسكرية الأخيرة التي انطلقت بمساندة التحالف وتوجت بإلحاق الهزيمة بالتنظيم كشفت كل الأوراق وأثبتت صدق الشكوك. ورغم نجاح العمليات العسكرية إلا أن التنظيم لا يزال يتجول بلافتاته السوداء في المناطق الهامشية وبعيدا عن عيون الجيش والأمن فيما يصطاد ضحاياه بين فينة وأخرى. آخر عملياته الإرهابية استهدفت جنديين في مدينة العين بمديرية لودر التابعة لمحافظة أبين المحررة من سيطرة التنظيم خلال الشهر الماضي. جاء ذلك بعد 3 أيام من هجوم إرهابي مماثل استهدف مقرا أمنيا بمديرية الوضيع في ذات المحافظة وأسفر عن سقوط 7 جنود وجرح آخرين بالتزامن مع عملية إرهابية أخرى استهدفت مبنى المجمع الحكومي القديم في زنجبار عاصمة المحافظة. هذا النشاط المتلاحق لا يبدو ضئيلا وفي المستوى النهائي لتوحش التنظيم، لكنه يفرض على السلطات مزيدا من اليقظة والحس الأمني في تجفيف منابع التطرف واجتثاث خلاياه.